قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب عيني، اليوم راح ناخذ الموضوع الثالث والرابع من قواعد اليونت الأول اللي هو المضارع المستمر، راح ناخذه اللي هو present continuous، وراح ناخذ الموضوع الرابع اللي هو الماضي المستمر اللي هو past continuous. بالأخير راح نربطهم ونسوي مقارنة بيناتهم، فكلش مهم تشوف المحاضرة الأخير. أوكي، نجي أول شيء ناخذ المضارع المستمر اللي هو present continuous. على من يعبر هذا الزمن؟ على من ده يحكي هذا الزمن؟ هذا الزمن يعبر عن شيء ده يصير هسه بوقت الكلام. يعني مثلا انه انا بدي اعطيكم محاضره هسه، هذا شنو؟ هذا مضارع مستمر. مثلا واحد يلعب طوبه هسه، هذا مضارع مستمر، فحدث يقع اثناء وقت الكلام. زين، شلون اعرف هذا الزمن؟ يعني اعطيني جمله ممكن يقول لي صحح لي اياها بهذا الزمن. شلون اتعرف عليه؟ نتعرف عليه من خلال تركيبته او من خلال ظروفه. زين، هي شنو التركيبه مالته وشنو هن الظروف مالته؟ التركيبه مالته انه راح تلقى بالتركيبه مالته از وام وار وفعل بي ان جي. من نشوف هذني بالجمله خلي ببالك انه هذا مضارع مستمر. اوكي، زين، هن شنو الظروف مالته؟ الظروف مالته ان توداي، اوكي، at the moment في هذه اللحظة، أو at the present time في الوقت الحالي، أو now. فبهذا اللي من نشوف بالجملة خلي ببالك هذا الزمن اللي جايك هو مضارع مستمر. أوكي، زين، شلون تكون قاعدته بحالة المثبت؟ أوكي، تكون قاعدته بحالة المثبت إنه فاعل بعده يكون is وam وar، بعده فعل بحالة ال ing، وبعده تكملة. هاي قاعدة المضارع المستمر. زين، منو اللي ياخذ از ومنو اللي ياخذ ام ومنو اللي ياخذ ار؟ حسب الاي تاخذ ام، اذا هاي الام انحلت. اذا شفنا اي جاينا الفاعل اي نخلي ام. زين، منو اللي ياخذ از؟ المفرد، مثلا علي، فاطمه، ذولا المفرد، او هي او شي او ات، هذول ياخذون الاز. اوكي، والجمع اللي هم they والwe أو اليو، أو مثلا كلمة boys children، علي and فاطمة اثنين، هذول يأخذون are. أوكي، إذا هنا نحلت مشكلة إنه عندنا الفاعل، هذول الفاعل، هذول كلهم يعتبرون فاعل، يأخذون كل واحد وإلى جماعته. مثلا is هم جماعتها هذول، الام جماعتها بس الاي، الار جماعتها بس هذول، والفعل بحالة ing. إن شاء الله بالملاءات راح اشرح لكم شلون نضيف الاي ان جي، لان هو موضوع حماتين يجيكم بالملاءات اللي قلت لكم انه يجيكم عليه 10 درجات. فمن راح نوصل للملاءات ان شاء الله، من راح نشرح الملاءات راح افهمكم شلون نضيف الاي ان جي للافعال بكل سهوله، ما يحتاج لها شيء. شوف مثلا انه هو راح يعطيك جمله يقول لك اي، اوكي، ويقول لك بلاي، مثلا يقول لك فوتبول. زين، ويقول لك هذا سوي لي اياها present continuous. هاي الجمله هيك يعطيك اياها بالامتحان، ويا بسوي لي اياها present continuous. يعني هسه هاي present continuous سوي لي اياها. شلون تحلها انت؟ انه تقول الاي هذا الفاعل اللي هو اي، الاي الشاخذ يا الاي انزله حسب القاعده، بعده الاي الشاخذ ياخذ ام، اوكي، بعده فعل بحاله الاي ان جي، هذا الفعل اللي منطيني اياه بين قوسين اضيف لاي ان جي يصير بلاين، اوكي، وبعده التكمله فوتبول. تمام، هاي هيك فقط. زين، بالامتحان اذا جتك هيك صيغه هيك تحلها. خلينا ناخذ هذا الزمن بحاله النفي وبحاله السؤال وناخذ امثله عليه. تمام طلاب عيني، في حاله النفي النيجاتيف، اوكي، اذا استخدمنا بحالة المثبت، بحالة النفي النيجاتيف تكون قاعدة المضارع المستمر فاعل بعد از وام وار، نفس القاعدة مال المثبت، لكن ايش راح نضيف؟ راح نضيف نات للاز والام والار فقط، والقاعدة راح تكون نفسيتها فقط. خلينا النات اللي هي باللون الاسود بحالة النيجاتيف، والفعل بحالة الاي ان جي والتكملة. اوكي، اما بحالة السؤال من يقول لك question، تمام، تكون قاعدة المضارع المستمر تقدم هذين الاز والام والار، تقدمهن على الفاعل، اوكي، بس تخليهن بحرف كبير از وام وار، قدمتهن على الفاعل، والفعل هما تنبقى بحالة الاي ان جي، وبعده تكملة. وعليك العباس لا تنسى علامة الاستفهام. تمام، ها هي كمل هذا الموضوع بكل بساطة، ما بي اي شيء، لا تعقدها على نفسك ولا شيء. زين، تعال خلينا نحل هذا السؤال. هو هيك بالامتحان راح يعطيك السؤال، اوكي، ويقول لك يا بسوي لي يا مثلا نيجاتيف،
اوكي او مثلا يقول لك يا اسوي لي يا كويشن هيك في الامتحان ينطيك اياه. زين انت شلون تعرف؟ احنا عندنا هواي ازمنه عرفنا هاي الزمن من خلال التركيبه مالته. عندنا ام وفعل بي اي ان جي، اذا هذا مضارع مستمر راح اصحح على اساسه. اول شيء خلينا نحل النيجاتيف. شلون اخلي النيجاتيف؟ اخلي الفاعل هذا فاعل، بعده از او ام او ار ونات. هنا ايش عندي ام نات، اذا راح تصير ام نات فعل بحاله الاي ان جي. هو خلي لي فعل بحاله الاي ان جي، اذا انا اخليها نفسيته ستوري واكمل بالجمله الاخيره وخليها استفهام. اوكي خلي نقطه العفو. زين بحاله السؤال شلون راح احله؟ اقدم الام على الاي، راح تصير ام اي والفعل همتي راح يبقى هنا. أنا نزلت ام بعدها اي الفاعل مالتي بعدها فعل بحاله الاي ان جي هذا الرايت انزل همتي بحاله الاي ان جي ستوري ناو وبالاخير اخلي علامه استفهام. اوكي زين تعال خلينا نحل هذا السؤال هماتين. هنا هماتي راح يعطيك سؤال يقول لك يا سوي لي يا نيجاتيف او يا يقول لك سوي لي يا كويشن، هاي تكتبوها. زين شلون نكتبها احنا؟ اول شيء اذا اريد اسوي نيجاتيف اول شيء انزل الفاعل النيجاتيف، الفاعل ينزل بعده شنو هو؟ لو از لو ام وبعدها لو ار لو واخلي نات. هنا انا عندي ار ار نات، اذا هنا انا ار نات فعل بحاله الاي ان جي هذا فعل في حالة الـ ING والتكملة أو كافي. زين بحالة السؤال شو راح أسوي؟ أقدم الـ R على الـ U، إذن راح أصير هنا أنا R U watching هذه TV كافي. تمام هذا الموضوع مال المضارع المستمر، هاي ثالثا خلصت. خلينا ناخذ هسه بس كم سؤال وزاريات افكار وزاريه شلون تجي عن هذا الموضوع، وبعدها ننتقل على الموضوع الثالث الرابع اللي هو الماضي المستمر. راح تشوفوها مات نفس هذا بالضبط وما بي اي مشكله. تمام فخلينا ننتقل هسه نحل لنا الاسئله اللي اجت عن هذا الموضوع الوزاريه الافكار الوزاريه، وبعدها نرجع مات على السبوره ناخذ الموضوع الرابع. طبعا هسه نجي لصيغه الامتحان عن المضارع المستمر. شوف اول صيغه ممكن تجيك بحاله الفراغات يقول لك اي ام، هاي اختصار الاي والام الاختصار مالتها تمام هو اي، واخذنا هذا بالتنقيط اذا شفتوا المحاضره فهذا الاختصار مالتها. فهنا نخليك اي ام فراغ تختار ريدن ريد فعل مجرد لو فعل بي اس لو فعل بحاله الاي ان جي. هنا بما ان عندنا ام اذا هنا اختار الفعل بحاله الاي ان جي. الثانيه ات ذا مومنت، شوف هنا ات ذا مومنت، ات ذا مومنت شنو هو؟ هذا ظرف من ظروف المضارع المستمر، اذا هنا 100% راح اصحح هاي الجمله مضارع مستمر. وي ليرن انجلش، اذا هنا انزل هذا الظرف نزلته بعدها الوي نزلت الفاعل، الوي ايش تاخذ؟ تاخذ ار، بعدها فعل هذا ليرن بين قوسين شطفت له ضفت الاي ان جي وانا نزلت انجلش وكافي. الثانيه اي فراغ نوت رايت ا ليتر ناو، بما انه عنده الظرف ناو وهو دا يقول لي سوي لهي الجمله بريزنت كونتينوس فراح اصحح هذه الجمله بالبريزنت كونتينوس. بس هنا انتبه هنا دا يقول لي نات، اذا هنا انزل الاي بعد الاي تاخذ الاي تاخذ ام اوكي، وبما انه دا يقول لي نفي نات اي ام نات والرايت اضيف لها اي ان جي تمام واكمل الجمله للاخير. هذا شلون راح اسويها؟ فقط اقدم الاس على الهي وكافي. از هي بلاين فوتبول ناو وبالاخير اخلي علامه استفهام. احمد فراغ سويم ان ذا بول ات ذا مومنت، بما انه عنده ظرف ات ذا مومنت وبس ده يقول لي صحح. انتبه هي شو صيغه ممكن تجي في الامتحان، فقط يقول لك كوركت وانت لازم تعرف هاي الجمله يا زمن تصححها، ان بما انه عند مضارع ات ذا مومنت اذا المضارع مستمر. احمد ايش ياخذ؟ احمد ياخذ از، اذا احمد انزله اوكي احمد مفرد احمد ياخذ از اوكي احمد از سوم اضيف لها اي ان جي اضاعف الام واضيف اي ان جي واكمل الجمله للاخير. زين هنا ذي انزل ذي ار بلاين تنس ناو، اذا الامثله تحت الحين ما بيها شيء.
تمام، واي مشكله تواجه بهذني الامثله راسين على التليجرام اوضحهن لك، تمام؟ بس انت حلهن بيدك وشوف حلك صح لو خطا. زين طلاب عيني، هسه نجي ناخذ رابعا اللي هو الماضي المستمر، الباست كونتينوس. ذيك ايش اخذنا؟ اخذنا المضارع المستمر اللي هو البريزنت كونتينوس، هذا الماضي المستمر. اوكي، على من يعبر عن هذا الزمن؟ على من يحكي؟ يستخدم للتعبير عن حدث كان مستمرا في الماضي، شيء كان مستمر بالماضي وانتهى. يعني مثلا انا كنت العب طوبه ايش قاعد لمده ساعتين هيجي، فهذا الشيء كان مستمر بالماضي وانتهى. اوكي، شلون اعرف هذا الزمن؟ ذيك شلون تعرفنا على الزمن؟ انه اذا شفنا نا واذا شفنا التركيبه مالته، هذا الزمن هماتين به دلائل على هذا الزمن حتى نعرفه. نتعرف على هذا الزمن خلال تركيبته، اوكي، او من خلال ظروفه. زين، هي شنو التركيبه وشنو الظروف؟ تركيبه هذا الزمن انه راح تشوف اذا شفت بالجمله was و where وشفت فعل به حاله الاي ان جي، خلي ببالك هذا مضارع ماضي مستمر. اوكي، والظروف مالته شنو هن؟ اذا شفت ago، اذا شفت last، اذا شفت yesterday، خلي ببالك هذا شنو؟ ماضي مستمر. اوكي، اذا هسه انا عرفت هذا الزمن، شلون اصححه؟ تصحح هذا الزمن، تكون قاعدة هذا الزمن بحالة مثبت وبحالة نفي وبحالة سؤال كالاتي، نفس ذيك الساعة بس تغيير بسيط. فاعل، اوكي، بعده يكون was و where، ذيك الساعة كان، كان is و am و are. هنا عندك was و where بس اثنين، وفعل بحالة الـ ing وبعده تكمله بس. بحالة النفي راح يكون نفس القاعدة مال المثبت بس اخلي نفي not. اوكي، هاي من يقول لك negative، اذا قال لك negative هنا أنا إذا أقول لك negative تنزل هاي القاعدة. أوكي، وبحالة السؤال فقط تقدم ال was و where على الفاعل، was و where فاعل بعد فعل بحالة ال ing بعد تكمله. أوكي، هذه حالتك question. زين، من هم اللي يأخذون was ومن هم اللي يأخذون where؟ زين، أنا هسه لازم أعرفهم. زين، عندنا احنا ما عندنا بس اثنين، ذي كانوا ثلاثة، الآي قلنا ياخذ عام، هنا الآي راح يصف ويا جماعة المفرد، فهنا آي هي شي إت أو مفرد فقط علي، هذول ياخذون was، تمام؟ أما جماعة الجمع اللي هم they we you أو هنا مفرد كاتب، هنا جمع، أوكي؟ فهذول ياخذون where. فهنا ننتبه الـ I ياخذ was، they, we, you أو جمع عليان فاطمة كلمة بها S، هذول ياخذون where. تعال خلينا نحل هذا السؤال أنا وياك. I write a story، يا أبا يسوي لي إياها past continuous. زين، أوكي، نجي نسويها شلون؟ أول شيء أنزل الفاعل اللي هو I، أنزله الـ I شاخذ، نزلت الفاعل ياخذ لو was لو where، هنا الـ I شاخذ ياخذ was، نزلت was. بعده فعل بحالة الاين جي، الفعل اللي معطيني بين قوسين شو اسوي بحالة الاين جي؟ راح يكون رايتن. اوكي، احذف الاي واضيف اين جي، هذا بالملاءات ان شاء الله راح ناخذهن واعلمك شلون نضيف الاين جي. بعدها نزلت فعل بحالة الاين جي، بعدها تكمله a story. هاي هي، تمام؟ زين، هسه لنفرض انه انا اعطيك هاي الجمله واقول لك يا بسوي لي اياها نيجاتيف. شلون راح اسوي لها نيجاتيف؟ انت تجي تقول اي واز نوت، اوكي، نيجاتيف قلت لك، فعل بعدها خليت واز نوت، بعدها فعل بحاله الاي ان جي هماتين رايتن، وبعدها تكمله وبالاخير خلينا نقرا. زين، بحالة السؤال راح تقدم لي الواز على الاي، يصير واز اي رايتنج ا ستوري، وبالاخير اخلي علامة الاستفهام. هذا موضوع الماضي المستمر، كل شيء ما بيه، فقط تخلي ببالك من هم جماعة الواز ومن هم جماعة الوير او كافي. ظروف هذا الزمن، تركيبة هذا الزمن خليها ببالك وكافي، كل شيء ما بيه. خلينا ننتقل هسه نشوف شنو هن الاسئله الوزاريه اللي اجت عن هذا الزمن، وبعدها ماتي نهايه المحاضره راح اسوي مقارنه بسيطه بين الماضي المستمر والمضارع المستمر، شنو تركيبته، وكافي ينتهي هذا الموضوع. طلاب، نيجي على اسئله الماضي المستمر. اسئله الماضي المستمر هنا نشوف ممكن تجيك صيغه هي ايت
بطيك فعل بين قوسين وتكمله، ويا بسوي لي ماضي مستمر. شلون راح اسوي؟ الهي تنزل الفاعل، الهيش تاخذ تاخذ واص، والفعل بحاله الاي ان جي، واكمل وكافي. هنا ممكن تجيك شي صيغه ذي تختار لها واز لو وير، هنا راح نختار ذي تاخذ وير، ذي ما تاخذ الواز، اذا هنا اختيارات. كرر واز درينك لو درينكينج سم تي، هنا كرر فاعل ماخذ واز، بعد يقول لك تختار لفعل مجرد لو فعل بحالة الاي ان جي، اكيد راح نختار الفعل بحالة الاي ان جي حسب القاعدة مالتنا. هنا بما انه عندنا علامة استفهام، ايش دا يقول لي تختار was لو where، هنا بالاعتماد على الفاعل، الفاعل شنو هو؟ احمد، اذا هنا احمد ايش ياخذ؟ احمد مفرد ياخذ was، اذا الاختيار مالتي هو was. هنا دا يقول لي ماضي مستمر، وهنا حاضنات، هنا رنا، اوكي رنا ايش تاخذ؟ تاخذ was، وبما انه قايل نات نات، وكلين اضيف لها اي ان جي، اوكي، واكمل الجمله الاخيره. طلاب عين، هسه خلينا نسوي مقارنه بين المضارع المستمر اللي اخذناه اول شيء، وبعد ومقارنه بين الماضي والمستمر، اوكي. فنجي هنا نسوي خط، خلينا نسوي جدول، وهنا راح نكتب المضارع المستمر، وهنا الماضي المستمر، اوكي. هاي شو نصيح له؟ present continuous، وهاي شو نصيح له؟ past continuous، تمام. قاعدة هاي الزمن، او قبل لا ناخذ القاعدة، هذا شنو ظروفه او الدلائل مالته؟ شلون اعرف هذا مضارع مستمر؟ انه اعرفه من خلال التركيبة مالته is او am او are، وفعل بحالة الـ ing، هذا التركيبة مالت، أو ظروفه اللي هن now أو at the moment، أوكي، أو at the present time، present time هاي هنا صححوها، وعندنا today. هذني من أشوفن بالجملة، هذني اوكي اخلي ببالي هاي الجمله اللي جايتني مضارع مستمر. زين الماضي المستمر شلون اعرفه؟ من خلال تركيبته همتين، من خلال وجود was او were، اوكي، وفعل بحاله الاي ان جي. هاي هنا فعل بحاله الاي ان جي ما خليها ثاني. زين، او من خلال ظروفه اللي هن last او ago او yesterday. فذني من اشوفهن yesterday، لان اشوف ان هذني بالجمله، اخلي ببالي هاي الجمله اللي جايتني ماضي مستمر، اوكي. زين، قاعده هذا الزمن شلون تكون؟ قاعده هذا الزمن انه هنا بحاله المثبت فاعل، بعد الفاعل راح تلقى is او am او are، وبعده فعل بحاله الاي ان جي، اوكي، بعده تكمله. زين، قاعده الماضي المستمر شلون؟ فاعل بعده was أو were، وبعده فعل بحالة الـ ing، وبعده تكملة. زين، بحالة النفي راح يكون؟ فقط أخلي هنا not، وهنا أخلي not، وهنا همتين أخلي not على هذني كلهن. بحالة السؤال يتقدم هذا الإز والآم والآر على الفاعل، وهذا همتين يتقدم الواز والوير على الفاعل. زين، خلينا ناخذ مثال ونطبقه على اثنيناتهن. انه اقول لك هنا، انا خليني امسح هذه. زين، مثال مثلا علي go to the school مثلا، يابا هذه سوي لي اياها present continuous. شلون اسوي لي اياها؟ اول شيء انزل الفاعل علي، بعد علي ايش ياخذ؟ ياخذ is، بعد الفعل بحالة الـ ing going، بعدها يكمل الجملة للأخير. زين، إذا قلت لك هاي الجملة نفسيتها سوي لياها بحالة الـ past، شلون سوي لياها؟ علي was going to، وأكمل الجملة. زين، طيبك هاي الجملة قلت لك past continuous with مثلا، قلت لك negative،
سوي لي اياها بحالة النفي. شلون راح اسوي لي اياها؟ بما اني قلت لك باست، باست شو تسوي علي؟ was not نفي، وفعل همات يعني بحالة ال ing، واكمل الجملة الاخيرة. زين اذا قلت لك question تخلي was علي، واتكمل الجملة، وهذا كمل الموضوع. فقط تخلي ببالك هذا الشيء، هنا مضارع شنو الدلال مالاته، وهنا الماضي شنو الدلال مالاته، قاعدة هذا الزمن قاعدة هذا الزمن، وها هي. أتمنى هاي المحاضرة كانت مفيدة لك، ولا تنسى أنه تسوي مشاركة لهاي الفيديوهات حتى تعمل فائدة، وأتمنى لك كل التوفيق، ومع السلامة.